السلام عليكم البنات، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله شهيوات صفاء ما جبت لكم شغلات نتاع لا كويزين، ولكن جبت لكم وصفه رائعه جدا كنقصدوني عليها بزاف الاخوات، وانا فريمون الا عطيتكم شي حاجه يعني نعطيها لكم وهي مجربه ومضمونه. اليوم وصفتنا غادي تخص كيما شفتوا في العنوان القدمين، هي خاصه لتشققات القدمين، هذوك التشققات اللي كيكونوا عندنا في الاخر ديال القدم، ولا الحرشيه من يكونوا الرجلين حرش يعني ما يكونوش رطب، ولا هذيك القشره اللي كتكون فيهم ديك القشره في الاسفل. الان غادي نشوفوا شنو هما مكونات هذه الوصفه، من بعد غادي نوريكم الطريقه. اول حاجه غادي نحتاجوها هي فازلين. انا كنستعمل هنا هذا، يعجبني نتاع الحامض، ولكن نديروا اي نوع نتاع الفازلين ماشي مشكل. غادي نحتاج منه 4 ديال المعالق كبار، كذلك غادي نحتاج 2 معالق ديال العسل، ماشي ضروري يكون العسل الحر، اي نوع نتاع العسل اللي يكون عندكم 2 معالق كبار. وغادي تحتاجوا صفار بيضاء. صافي، هادو هما المكونات ديالنا. دركي غادي نمشيو نشوفوا الطريقه. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، خديت 4 ديال المعالق كبار من هاد الفازلين ودرتهم في هاد الزلافه ودوبتهم في ميكرو اوند حتى كولا لي سائل كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم الا ما عندكمش ميكرو اوند ديروهم في واحد الكاسرونه ودوبوهم على نار مهيله حتى كيدوب لكم بهذا الشكل. هذا ملي دوبناهم غادي ناخذوا هاد العسل ونضيفه لهاد الفازلين بهذا الشكل هكذا. قلنا 4 ديال المعالق تاع الفازلين، وغادي ناخذ واحد الفرشيط ونضربهم مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. مشيتو غير 3 ديال المكونات وكيعطيونا نتيجه زوينه، نضربوها مزيان حتى تولي لنا بحال الكريمه. ملي ضربتها مزيان البنات بهذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا، عاد غادي نضيف هذيك الاصفر ديال البيض. ونكملوا التضراب بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش ولات لنا بحال ان كريم هكا رطبه. رائع. هنا ملي صاوبت الكريمه ديالي كتاخذوا اون بواط ولا شي حاجه كانت عندكم اخوات ولا هذا الشكل، تكون عندها المغطى سيتو، ونخويو هذا الخليط اللي وجدنا او هذه الكريمه. صافي كما راكم تشوفوا الكريمه ديالنا واجده. هنا دركي اخواتي كنوريكم الطريقه ديال الاستعمال. اولا هذه الكريمه كتخليوها في الثلاجه، كتبلعوا عليها وكتخليوها في الثلاجه، يعني حتى كتبغيو تستعملوها. هي غادي تلاحظوا النجاح ديالها، يعني غادي تلاحظوا النجاح تاع هذه الوصفه من الليله الاولى اللي غادي تستعملوها. شنو هي؟ كما راكم تشوفوا هنا غادي نحتاجوا هذا السلوفان، وغادي نحتاجوا هاد التقاشر الرقيوقين. نوريكم انا كيفاش كنديرها، هاد التقاشر اللي كيكونوا رقيوقين. شنو كديروا؟ من الاحسن هكا كل ليله، يعني في الليل من تجيو تنعسوا، كتاخذوا هاد الكريمه وكتدهنوا بها مزيان الرجل ديالكم كامله، وخصوصا في الاسفل ديال القدم. بحال غادي ديروا واحد المساج، كديروا واحد المساج هكا تقريبا غير واحد 2 ديال الدقائق. من بعد الى قديتوا، اليوم سخانه يعني ما نظنش غادي تقدروا، المهم الى قديتهم من الاحسن كتغلفوا رجليكم بهاد السلوفان، كديروه على هذيك الكريمه، ومن بعد كديروا التقاشر وكتباتوا بهم ليله كامله. هذه الا قديتو، الا ما قديتوش السلوفان يعني يزيد لكم السخانه، تقدروا تكتفيوا بهاد التقاشر على الاقل. الا ما قديتوش تباتوا بهم خليهم واحد 3 ديال السوايع عاد حيدوهم، باش هذا يعني ما يتمسح لكمش دغيا، يخدم لكم مزيان في لي بي ديالكم او في الرجلين ديالكم. يعني انا ها كيفاش كنستعمل السلوفان ومن بعد كنزيد التقاشر.
كما قلت لكم الا كان عندكم رجلين ديالكم يعني بزاف حرش والاخر استعملوها يوميا في الاسبوع، يعني كل نهار استعملوها يوميا. الا كانوا رجليكم عاديين وبغيتوا تخليهم تحافظوا على الرطوبه ديالهم وما يتعرضوا لكم لا التشققات لا والو، تقدروا تستعملوها زوج مرات في الاسبوع. يعني هذه نصيحه. هذه الكريمه رائعه جدا، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، واكيد غادي تحسوا بالمفعول ديالها من النهار الاول ديال الاستعمال. هذه هي كانت وصفتنا التجميليه نتاع اليوم، نتمنى تكون بسيطه ونالت الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم قولوها لي في التعليقات، وما تدخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقاتكم الجميله، الاشتراك في القناه الجديدات. كذلك الا بغيتو نعطيكم هكا وصفات ولكن اللي مجرباهم، يعني ما نقدرش نعطيكم شي حاجه ماشي مجرباها، قولوها لي في التعليقات، ندير لكم المزيد نتاع هاد الفيديوهات. خليتكم على خير اخواتي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شيوات صفاء. الى اللقاء.